Good health starts at your home. ارتفاع ضغط الدم قد يتسبب في زغللة بالعيون، دوخة، غثيان، صداع شديد. يعني شفنا حالات من ارتفاع ضغط الدم بأطفال صغار في العمر. ضغط الدم الحقيقة متعارف عليه بين الناس العامة القاتل الصامت. لازم نعرفها أنه مرض الضغط هو مرض مزمن وما له علاج جذري. الحالات الثانوية أصعب عموماً بالتعامل، لأنه الوصول للتشخيص في شيء من الصعوبة. الوحمة الدموية هي عبارة عن تشوه خلقي في الأوعية الدموية بيكون داخل الجسم. أهم وأول النصائح التركيز على البوتاسيوم لأنه بيعادل الصوديوم وبينزل الضغط.